أن تكون مشجعاً في كأس العالم قطر 2022 فذلك يعني أنك ستحظى بميزة غير مسبوقة في أي من نسخ المونديال الماضية، وهي مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد. في هذا التقرير سنحاول القيام بمحاكاة لثاني أيام مونديال قطر الذي سيشهد إقامة ثلاث مباريات في ثلاثة ملاعب، فهيا بنا إذن لنخوض هذه التجربة. في محطة مترو السد التابعة لمنطقة السد، ومنها سنستقل قطار المترو الذي يعتبر وسيلة النقل الأسرع للوصول إلى الملاعب. ونذكر هنا بأن بطاقة هيا هذه ستمكن المشجع من الاستخدام المجاني لوسائل النقل العامة طوال فترة البطولة. إلى وجهتنا الأولى إذن التي ستكون استاد خليفة الدولي، فإلى هناك. وصلنا مشاهدينا إلى محطتنا الأولى في رحلة المشجع هذه، وهي استاد خليفة الدولي، حيث قطعنا المسافة من محطة سد إلى محطة المدينة الرياضية في حوالي 6 دقائق فقط. هنا ستقام أولى مواجهات المجموعة الثانية، وستجمع إنجلترا وإيران في ثاني أيام مونديال قطر عند 4 عصرا. بعد نهاية هذه المباراة سيكون أمام المشجع حوالي ساعة من الزمن للانتقال لمشاهدة المباراة الثانية التي ستقام على استاد الثمامة. بعد نهاية المباراة الأولى هنا في استاد خليفة الدولي سيكون على المشجع التنقل من الملعب إلى هنا، إلى هذه المحطة، محطة تجمع الحافلات الخاصة بالمشجعين. أما نحن فسننتقل الآن من استاد خليفة الدولي إلى استاد الثمامة هنالك، حيث ستقام ثانية مواجهات اليوم الثاني من المونديال، فإلى هناك. استغرقت رحلتنا من استاد خليفة الدولي إلى هنا إلى استاد الثمامة حوالي 20 دقيقة، هنا حيث ستقام ثانية مواجهات اليوم الثاني من المونديال، وستجمع بين المنتخبين السنغالي والهولندي لحساب المجموعة الأولى عند 7 مساء. بعد نهاية هذه المواجهة سيكون أمام المشجع أيضا 60 دقيقة من أجل الذهاب من هنا من استاد الثمامة إلى استاد أحمد بن علي بمنطقة الريان. للذهاب من استاد الثمامة إلى استاد أحمد بن علي سنستخدم هذه المرة وسيلة نقل أخرى، وهي سيارة خاصة أو سيارة أجرة، فإلى هناك. استغرقت رحلتنا بواسطة السيارة من استاد الثمامة إلى هنا إلى استاد أحمد بن علي حوالي 1/2 ساعة من الزمن. هنا ستقام ثالث مواجهات اليوم الثاني من مونديال قطر، وستجمع المنتخب الأمريكي بنظيره الويلزي في 10 مساء لحساب المجموعة الثانية. وبذلك تكون رحلتنا قد انتهت بين 3 من ملاعب كأس العالم في يوم واحد، مع التنبيه ختاما إلى أن الأرقام المذكورة في هذه التجربة تقريبية وربما تختلف باختلاف ظروف المشجعين والمباريات، لكن الأكيد أن المشجع في مونديال قطر سيكون أمام تجربة فريدة تمكنه من مشاهدة أكثر من مباراة واحدة في نفس اليوم. حمزة الراضي، الجزيرة، الدوحة.